كذلك كاين واحد الدسر غادي نبارطاجي معك وكذلك مع المستمعات الكريمه. هو ساهل هذا الكيك اللي انت في بلاصه الكيك اللي انت درتي ممكن كندير واحد النوعيه ديال البسكوي اللي هو معروف عالمي اوريو وراه معروف كيتطحن وفي بلاصه الكيك ديريه هوايا وانت ناخذ الشوكولا بطبيعه الحال دايب في لو ماري كنديروا معاه جيلاتين شويه ديال الجيلاتين شويه ديال الشونتي كنحركوه مزيان طريقه ديال فاني الا كانت سوا بودغ ولا كانت ليكيد نحركوها مزيان وتنديروها وتنديروا الشونتي من الفوق وتدخلي بطبيعه الحال الفريكو حتى كيتجمد وكيخرج رائع فريمون فهمتي سهل وشي حاجه زعما ما تحتاجش بقيت صايبي من هنا جيبي باكي ديال اوريو طحني عرفتي فريمون ملي كيتحط عرفتي في لاطابل كيتحط كيبان تخو كلاس يعني كيبان شي حاجه واو زعما كيبدو الناس يسولك واو كي درتي ليه غادي نوريكم تبارك الله عليك فهمتي دابا اش انت بغيتي تشهي فيا على الصباح شتي صباحك مبروك الله يبارك فيك وليك الجميع تبارك الله عليك الله يخليك